بدايه لكم مشاهدينا، وهذه حلقه جديده من حلقه برنامجكم المشهد تاتيكم من قناه النيل الاخبار. مشهد اليوم ينفتح على سوريا من خلال الولايات المتحده الامريكيه التي قال مبعوثها الى سوريا ان بلاده ستواصل تواجدها العسكري في سوريا، لما قال انه قطعا لطريق الحرب على روسيا. وفي كلمة له في معهد هادستون بواشنطن أكد أن هناك فوائد للتواجد العسكري الأمريكي في سوريا في الوقت الحالي. هذا التصريح يأتي في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص قواته في كل مناطق العالم، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة وسط آسيا، تحديدا أفغانستان. هناك نية أمريكية لسحب العديد من قواتها هناك بعد الاتفاق الذي عقدته مع حركة طالبان. حول هذا التصريح وحول أهميته وحول ما تهدف إليه الإدارة الأمريكية من خلال تواجدها في دولة هامة تسيطر على مقدراتها حتى الآن في الوقت الحاضر غريمتها روسيا، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة، فكونوا معنا. في تصريح جديد له، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده ستواصل وجودها العسكري في سوريا، مشيرا إلى أن هدفها هو جعل الحرب هناك طريقا مسدودا بالنسبة لروسيا. وأوضح جيفري أن الولايات المتحدة بدأت ترى فوائد القوى التي تمتلكها سوريا، رافضا الافتراضات التي تقول إن الولايات المتحدة دخلت طريقا مسدودا في سوريا كما كان في أفغانستان. ولفت المبعوث الأمريكي إلى سوريا إلى أن سياسة واشنطن في دمشق تتمثل بالضغط على أعدائها في المنطقة. وكان جيفري قد وجه قبل يومين رسالة ضمنية إلى روسيا بعدم الحصول على أي دعم دولي في سوريا دون التخلي عن الأسد. وفي سياق آخر قال أوليغ سيرمولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إن المسلحين يقومون بتكثيف أنشطتهم في الشرق الأوسط وعلى الأخص في سوريا والعراق، مستغلين في ذلك انتشار وباء كورونا. ويعاني نحو 9,300,000 سوري من انعدام الأمن الغذائي في ارتفاع ملحوظ جراء وباء كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط أزمة اقتصادية خانقة في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من 9 سنوات، وفق ما أفاد برنامج الأغذية العالمي. وتسببت الحرب في سوريا إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري. بوجهة نظرك، ما الذي قصده جيمس جيفري من خلال هذا التصريح؟ يعني أنا بشوف أنه التصريح يأتي في إطار يعني العدوان المستمر على سوريا واستمرار يعني عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بهزيمة مشروعها على الأرض العربية السورية، على الرغم من أنه المشروع بالفعل هزم، لكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاعتراف بذلك وتريد استمرار يعني العدوان والبقاء على الأرض العربية السورية، على الرغم من أنها الآن يعني تنسحب من المنطقة بأكملها ومن العالم، قواتها اللي كانت موجودة في أفغانستان وفي العراق وفي أماكن أخرى من العالم
تنسحب الآن ويعني تعلن عن هزيمة هذه المشاريع، لكن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعاند في إطار يعني وجود قواتها على الأرض العربية السورية، كي لا تقول أن دولة صغيرة مثل سوريا استطاعت أن تنتصر وتحقق انتصار حقيقي. طبعا فكرة أنه الطرح الآخر الذي يطرحه جيفري في اعتبار أنه ما يتم الإعلان عنه الآن في إطار أنه منع روسيا من الحرب، أنا أعتقد أنه أي حرب يقصد يعني طبعا الحرب ضد الإرهاب، يعني يعني أنا بشوف أنه هذه الحرب هي حرب ضد الإرهاب، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم الإرهاب بشكل حقيقي. وإذا كانت المعركة كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعات التكفيرية التي تعمل لديها بالوكالة على الأرض وبعض دول المنطقة حتى بما فيها التركي، فأنا بشوف أنه في على الجانب الآخر كانت هناك موجودة وبقوة يعني روسيا داعمة وحليف استراتيجي منذ بداية الحرب، واستطاع الجيش العربي السوري أنه يحقق انتصارات. البقاء يعتقده أو يعني يعتقد الأمريكي أن بقاؤه ليظل مهددا للأعداء في المنطقة، يقصد إيران طبعا، لكن فيما يبدو أنه لا يقصد كل ذلك. هي أمريكا معروف أنها تسيطر على مناطق إنتاج النفط في الشمال السوري وهي تحصل عليه مجانا، فيما يبدو أنه يعني تصريح يعني للاستهلاك الخارجي فقط، يعني طبعا جزء منه للاستهلاك، لأنه حتى هذه السيطرة أصبحت الآن يعني ما بتعودش عليها بالفائدة الكبرى، وخاصة في ظل انهيار أسعار النفط عالميا، وبالتالي حتى النفط الأمريكي نفسه، وبالتالي يعني مش مغنم في هذه اللحظة. لكن خلينا نؤكد على أنه التكلفة اللي هتتكبدها يعني الولايات المتحدة الأمريكية ببقاء جنودها ستكون تكلفة عالية، لأنه احنا عارفين الدولة السورية لن تتوقف، الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري لن يتوقف ولن يترك هذه القوات الأمريكية تهنأ بالوجود على الأرض، ولا بسرقة النفط السوري ولا بالوجود على الأرض. نتحدث عن الإدارة السورية وعن الشعب السوري، هل لك أن توصف لي الوضع السوري في الوقت الحالي في ظل وجود كل هذه القوى، الولايات المتحدة، روسيا، تركيا، إيران؟ يعني الدولة العربية السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد لا زالت يعني تسيطر على المشهد بكامله، وتتعامل مع هذا المشهد على أن هذا المشهد به حلفاء استراتيجيين ورئيسيين ممثلين في إيران و في روسيا بشكل حقيقي، وتتعامل بوضوح مع الأطراف الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، دي قوات معتدية. يعني ليس هناك تعامل إلا من خلال الرعاة، يعني رعاة الإدارة السورية أو النظام يعني السوري. من تتحدث عنهم أنهم رعاهم شركاء رئيسيين الحرب أصلا على هل تركيا سوريا؟ شريكة تركيا تحتل تركيا دولة معتدلة؟ لا، ما هم دول قوى العدوان، أما الشركاء هم إيران وروسيا، ودي دول لها مصالح. طب هم يبررون تواجدهم بتواجد الآخرين، مين يعني اللي يعني الولايات المتحدة وتركيا الولايات المتحدة وتركيا موجودين قبل ما نستدعي الآخرين للتدخل، هذا كلام عبث، إلى جانب الدولة العربية السورية ممثلة في الولايات المتحدة تحتل أجزاء من سوريا قبل أن تدخل روسيا. طبعا العدوان أصلا منذ اللحظة الأولى، الجماعات التكفيرية التي كانت تعمل بالوكالة تعمل تحت إمرة الأمريكي والتركي، وبالتالي من الذي فتح لهم هذه الحدود؟ من الذي مول هذه الجماعات؟ من الذي مدها بالمؤن وبالمال وبالسلاح يعني التخطيط والدعم اللوجستي طول الوقت؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني القوات الأمريكية حتى وإن جاءت متأخرة بحجة مكافحة الإرهاب على الأرض العربية السورية، هذا عبث، ده مش حقيقة. الحقيقة تقول أن هذه الجماعات تعمل تحت إمرة الأمريكي، والدليل على هذا أن يعني قوات. وفيما يبدو أنه تم يعني تم إنهاء وجود الجماعات الإرهابية بواسطة مين؟ بواسطة مين؟ أيا كان، لا يعني مش أيا كان، بواسطة ما هو هنا أنت عندك وكيل اللي هي الجماعات التكفيرية الإرهابية، وعندك أصيل.
متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهم الأتراك، فدول وصلاء في هذه الحرب، والجماعات كانت يعني تعمل بالوكالة. هذه الجماعات التي كانت بتعمل بالوكالة الجيش العربي السوري وحلفائه استطاعوا أنهم يجففوا هذه المنابع، منابع الإرهاب، وبالتالي المعركة الآن ما بين الجيش العربي السوري وحلفائه والجبهة الأخرى الممثلة في الأصيل، القوات الأمريكية والقوات التركية الموجودة الآن على الأرض، وبالتالي هذه القوات ستدفع الثمن، وبالتالي الجيش يعني العربي السوري. هل تتوقع أن يستمر هذا الوضع طويلا؟ يعني فيما يبدو أن الملف السوري في الوقت الحالي يعني هو ملف هادئ، يعني فيما يبدو أن الوضع الأخير هو وضع استقرار، اتفقت روسيا مع سوريا مع تركيا في إدلب. لا، ليس وضع استقرار، والدليل على هذا أن يعني في خروقات ل يعني اتفاقيات اشياء بسيطة، وبالتالي لا، وبالتالي لا، في موقف، في وضع استراتيجي بالنسبة للدولة السورية متمثل في انه ده قاله الرئيس بشار الأسد في كل خطاباته وفي كل احاديثه وفي كل لقاءاته اللي خرجت على الإعلام او اللي بتتم حتى يعني بشكل مع حلفائه، انه لن يقبل او لن تقبل الدولة العربية السورية أن يبقى جندي واحد أو يبقى محتل واحد أو يبقى إرهابي واحد على أرضها يدنسها، وبالتالي كل الموجودين سواء الجماعات التكفيرية. يعني هذه إرادة، ولكن الواقع يقول غير ذلك. لا لا، يعني حتى هذه الإرادة، استنى، هذه الإرادة هي التي حققت النصر على هذه الجماعات التكفيرية التي كانت منتشرة على كامل الجغرافيا العربية السورية والآن محصورة في الشمال السوري فقط. يعني لا، يعني ليه في الشمال السوري؟ يعني طبعا. يعني إيران ليست موجودة في المناطق من الشرق والجنوب؟ لا 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 حتى إسرائيل تنفذ ضربات في الداخل السوري يعني برعاية روسية. لا لا لا، هذا كلام يعني مش مظبوط، يعني ليست برعاية. تسمع عن الغارات التي تنفذ والتي أعلنت عنها؟ الغارات الصهيونية لم تتوقف عن الأرض العربية السورية على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت طوال الوقت الكيان الصهيوني حين يشعر بانتصار الجيش العربي السوري على الجماعات التكفيرية الإرهابية التي تعمل بالوكالة لديه هو أيضا، فكان يتدخل العدو الصهيوني ويقوم بطلعات جوية. هل هذا وضع يعني هل هذا وضع الدولة مستقلة يعني لها سيادة على طبعا أراضيها؟ الدولة العربية السورية لها سيادة على أرضها وعلى كامل الجغرافيا العربية السورية، يعني استثناء بعض المناطق اللي فيها توتر أو اللي فيها يعني بعض الجماعات التكفيرية وبعض القوات الاحتلال المعتدية، الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي، لكن بخلاف ذلك والتدخل الإيراني والتدخل الروسي. يا أستاذ أشرف، لابد حضرتك تبقى قادر تفرق ما بين حاجتين، ما بين الـ يعني الحليف الاستراتيجي ليا اللي الدولة الشرعية والحكومة الشرعية بتستدعيها لأن لها مصالح معها، وبالتالي بتقف جنبها زي لما مصر بتتدخل في حماية أمنها القومي. مصر لا تطلب من الخارج. لا لا لا، يعني مصر حين تتدخل مع يعني لدعم ليبيا أو لدعم أي أو لدعم أي دولة عربية. استنى بس، مصر حين حررت الكويت يعني في ايه يعني لا. يعني دي بعض ده دولة معتدية وانا دولة استراتيجية او حليف استراتيجي معاك، فجاي بدعمك في حربك ضد يعني العدوان اللي موجود على الارض. ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية حينما عقدت اتفاقا مع تركيا، العالم كله انتقد هذا الاتفاق. لكن استنى بس، لكن حتى لو كان معترفا بهذه لا، دي مش حكومه، دي مش حكومه، مش حكومه لا بالنسبه سنة. اليك، ولكن لمجلس الامن والدول الاوروبيه والولايات المتحده. مجلس انا لا اعترف بهذا المجلس الان. انت لا تعترف، ولكنهم الواقع انهم يعترفون. لا، هناك اهم حاجه، الشعب الليبي يعترف بمن؟ الشعب الليبي يؤيد من؟ الشعب الليبي مغلوب على امره. لا، الشعب الليبي يعني فيما الشعب يبدو الليبي انه ليس له. استنى بس، الشعب الليبي الان وفي هذه الحرب عليه يدعم بشكل حقيقي الجيش الوطني الليبي، ومصر نفسها بتدعم هذا الجيش الوطني الليبي حفاظا على امنها القومي. فانت لا، مصر بتدعم يعني بغض النظر. تتحدث عن اطراف تدعم، ولكن العالم كله يقف موقف المتفرج ويعترف بحكومه هي غير شرعيه. من الذي يسيطر على المؤسسات او المنظمات الدوليه؟ الذي يسيطر على هذه المنظمات الدوليه هم
قوى العدوان والقوى الغاشمة والتي تعتدي أصلا على هذه الدول. وفي مقدمتها الولايات المتحدة. طبعاً. طيب هذا هو الواقع في العالم. لكن أنت تتحدث حين تتحدث عن روسيا وحين تتحدث عن إيران بالنسبة لسوريا فهي دول تم استدعائها بواسطة الدولة إلى جانب أصلا هناك عداء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وروسيا ايضا يعني مبطن ولا انا بقول لك اهو ففي عداء والى جانب الولايات المتحده الامريكيه بتقول انا بقائي في سوريا حفاظ يعني البقاء في سوريا حفاظ لتحجيم لتهديد مش تحجيم روسيا وتهديد ايران يعني طيب يعني هل تعتقد انه من الجيد هل تعتقد انه من الجيد ان تحاول أي إدارة أيا كانت الإدارة أيا كانت المسميات وأيا كانت الرئاسات بلادها إلى ساحة صراع بالوكالة؟ لم تحولها هي فرضت عليها. أنت بتتكلم كأنها هي اللي عملت ده. أنا دلوقتي في عدوان على أرضي يعني في دلوقتي جت الأمريكان خلي الأمريكان دلوقتي جم اعتدوا على مصر وإحنا نعلم القوة وحجم العدوان الأمريكي وحجم القوة الأمريكية وإن مصر لن تستطيع أن تتصدى لهذا العدوان الأمريكي وبالتالي لابد أنها تستعين بحلفاء. فإذا قامت مصر باستدعاء حلفاء لمساعدتها في مواجهة هذا العدوان يبقى العيب عند مصر ومصر يبقى هي اللي جابت المش عارف إيه على أراضيها. لا مصر لا تستدعي دولة يعني مصر لم يحدث في تاريخها أن استدعت دولة يعني مقاومة دولة أخرى داخل أراضيها. ما هو لأنه ما حصلش عدوان علينا بهذا الشكل. لكن لو حصل عدوان طب ما هو مصر في 73 لا مصر ليست بمنأى عن أي عدوان لما حصل في 67 عدوان على مصر ومصر جت تدخل في حرب 73 دخلت مع شركاء استدعت القوات المصرية أو الجيش المصري الذي حارب فيه وانتصر على العدو الصهيوني في 73 قوات رمزية إذا شاركت الدول العربية والقوات الموجودة القوات الروسية والإيرانية الموجودة هي قوات رمزية طبعا رمزية الجيش العربي السوري يا حبيبي الذي يحارب هو الجيش العربي السوري. مصر ساعدتها في هذه الحرب في 73 الجزائر وليبيا وسوريا الشريك يعني الرئيسي يعني كل قوات رمزية والبعض أرسل بعض الجيش المصري كان يحارب على الجبهة المصرية والجيش السوري كان يحارب على الجبهة السورية حرب مشتركة. ازاي بقى ما تقوليش يعني المسألة كانت رمزية لا مش رمزية لا طيب عرب مع عرب ولكن كوريا الشمالية اللي بعت الطيارين ليها وشاركوا معانا في 73 وفي تجهيز الجيش المصري في 73 هذا الكلام موجود وموثق وحضرتك تقدر تخش وتتأكد منه حتى من قيادات في الجيش المصري. والتاريخ ما بيكذبش في دول صديقة مصر في 73 كانت تحارب بالسلاح الروسي وكان عندنا خبراء روس. انت ناسي طيب أي فترة يعني أي الفترة استمرت يعني هذه أيام أو شهور أو على الأقل يا سيد الفاضل في ولكن مصر حين دخلت الحرب يعني وانت تعلم الرئيس السادات حين غير تحالفات مصر الاستراتيجية ما بعد يعني مجيئه للسلطة وقام بطرد الخبراء الروس. لكن قبل كده كان انت عندك 30,000 خبير روسي كانوا موجودين. انت بتتكلم في ايه؟ لا طبعا لا يجوز لك في حالة الحرب مستشارون يا سيدي والموجودين حد قالك ان في قوات عسكرية بتحارب ماسكة السلاح وبتحارب مع الجيش السوري؟ اصلا الحرب كلها حرب شوارع وعصابات. الجيش السوري نفسه النظامي مش هو اللي بيحارب لوحده. الجيش السوري الشعب القوات طيب اسمع دي عشان طيب تبقى فاهمها. القوات اللي هي ايه؟ قوات الدفاع الشعبي. القوات الدفاع الشعبي او القوات اللي هي يعني تطوعت من المواطنين العرب السوريين هم دول اللي بيخوضوا حرب شوارع وعصابات مع الجماعات التكفيريه. طيب تفكر ان الجيش السوري لوحده يعني الجيش السوري لوحده كان يقدر يخوض هذا؟ ده الجيش الامريكي هزم في فيتنام وهزم في أفغانستان وهزم في العراق بواسطة المقاومة. وانت عارف ان المقاومة لا في أمريكا لها تواجد كبير في العراق يعني يا سيد الفاضل يعني ولكن هزم مشروعها رغم كل التخريب والتدمير التي قام به وهزمت وأجبرت على الانسحاب من أفغانستان ومن قبلها في فيتنام. وتعلم أن حرب الشوارع والعصابات الجيوش النظامية لا تستطيع مواجهتها. طيب حتى لو كانت الولايات المتحدة يعني دعني أسوق الجيش العربي السوري ما حقق
يحقه الجيش العربي السوري من انتصارات على الأرض والشعب العربي السوري بدعم من الحلفاء. طيب جيد جدا يعني هذا، لكن هتقول لي الوجود الروسي والوجود، اقول لك الوجود الروسي والوجود رمزي لدعم لوجستي، دعم بخبرات، لكن وجود حقيقي في قوات موجوده باعداد ضخمه بتخوض الحرب مع طيب الجيش العربي السوري. سأسوق لك مثلا الجيش العربي السوري الذي يخوض الحرب، ولا يمكن ان ننتقص من حق الجيش العربي السوري البطل. نحن لا جيشنا نتقص. الاول خليك بس خليك صاحي بس الحته دي، ده جيشنا الاول يا استاذ اشرف. جيشنا الاول هو جيش عربي السوري. انت عندك هنا الجيش الثاني والثالث الميداني، اول جيش ميداني هو جيشنا الاول الجيش العربي السوري. طيب جيد، سأسوق لك مثلا يدل على ان هناك امور يجب ان تناقش فيما يتعلق بالوضع في سوريا. يعني كان هناك اخر جيب لهؤلاء الارهابيين في ادلب تحديدا، وكان الجيش السوري يحقق تقدما كبيرا وسيطر على مناطق شاسعه ومدن هامه مثل معره النعمان وغيرها. تمام. دعني اكمل سؤالي. يعني بعد كل هذا التقدم وجدنا ان هناك اتفاقا روسيا تركيا اعاق هذا التقدم، وعاد الجيش السوري مره اخرى للجمود. لماذا لم تترك، يعني اذا كان القرار في يد الاداره الروسيه بعيدا عن روسيا السورية بعيدا عن روسيا، فلماذا لم يترك الجيش السوري لتحرير كل ادلب يا سيد الفاضل؟ ودخل تركيا مع سوريا بالروسيا ممكن تسمع ده؟ تفضل. هو انت هتاخد الحلقه لنفسك؟ هو انت الضيف ولا انا الضيف؟ تفضل. اولا المعركه ذات شقين، والرئيس بشار الاسد قال ان هذه المعركه تدور على محورين. نعم. المحور الاول هو المحور الميداني. المحور الميداني حسم الرجل قال حسم انه لن يترك الجيش العربي السوري سلاحه تحت اي جاي، وبالتالي مستمر في معركته حتى النهاية. لكن في بعض الأحيان المعركة الشق الثاني من المعركة اللي هو إيه؟ المعركة السياسية. إذا كنت قادر يعني أجنب جيشي ياخد نفسه يلتقط أنفاسه بعد كل هذه الانتصارات، يلتقط أنفاسه و يعني أكسب أرض على من خلال التفاوض السياسي، فلماذا لا؟ فلماذا لا؟ وخاصة أن أصحاب المشروع الأصلي، أصحاب المشروع الأصلي هزم مشروعهم وهم مدركين. يعني الأمريكي يعني حلاوة روح ما يتم من قبل الأمريكي، حتى التصريح اللي انت قلته في بداية الحلقة ده عبارة عن يعني حلاوة روح من قبل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية مش عايزة تعترف إنها هزمت ولا هزم مشروعها. المشروع كان تقسيم سوريا، مش تقسيم سوريا بس، تقسيم المنطقة كلها. والذي أفشل هذا المشروع، مشروع التقسيم والتفتيت، هي الجيوش الصلبة، القوة الصلبة، مش القوة النعمة، القوة الصلبة. يعني مش السياسة هي اللي، لا، القوة الصلبة هي اللي وقفت في وتصدت. وبدأت منين؟ بدأت من هنا. من هنا، من مصر. الجيش المصري طيب هو الذي تجمد الوضع، تجمد الوضع في ادلب. الجيش المصري هو الذي افسد المؤامره في 25 يناير ثم في 30 يونيو بالاطاحه بالجماعه الارهابيه التي ترعاها الولايات المتحده الامريكيه في اطار مشروع كبير اسمه الشرق الاوسط الجديد او الكبير. ده معلن، انت بتتكلم على مشروع معلن، يعني انت مش بتتكلم على حاجه دلوقتي بقت ايه اسرار، لا، انت بتتكلم على مشروع معلن. الولايات المتحده الامريكيه بكل بجاحه تعلن عن هذا المشروع. فحين يفشل هذا المشروع ومصر تحتفظ ب يعني حدودها وبدولتها وبكيانها وبشعبها وبجيشها وبنظامها السياسي وقيادتها السياسيه، يبقى المشروع فشل. ايضا حين تستطيع سوريا بشعبها وبجيشها وبقيادتها انهم يحافظوا على الدوله، ولم تسقط الدوله ولم تفتت الدوله ولم تقسم الدوله العربيه السوريه حتى هذه اللحظه، فهذا انتصار على هذا المشروع. المشروع مستمر، مستمر. والدليل على كده، طب الارهابيين موجودين في سيناء، هم الارهابيين اللي عمالين يستنزفونا في سيناء دول موجودين. الحرب هتقف، مش على الحرب، مش هتقف على مصر ولا هتقف على 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 سوريا ولا هتقف على ليبيا ولا هتقف على اليمن ولا هتقف على العراق ولا هتقف على فلسطين. الحرب مستمره ما دام هناك مؤامره وما دامت هناك قوى دوليه ممثله في إذن الشيطان طيب الاكبر إذن هناك العدو الامريكي. يجب ان تكون هناك ستستمر استراتيجيات على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي لمواجهه هذه المؤامرات التي تقول انها ما زالت مستمره. يا سيد الفاضل، هذا التفاهم على المستوى الاقليمي مع ايران، التحالف مع ايران على المستوى الاقليمي ومع حزب الله باعتبارهم قوى حقيقيه تستطيع التصدي ويعني تزعج الولايات المتحده الامريكيه وتزعج حليفها الصهيوني،
ده دليل على نجاح الدولة العربية السورية وقيادتها في أنها تعقد تحالفات إقليمية قوية. وعلى المستوى الدولي حين تعقد تحالف مع روسيا والصين، الفيتو الروسي الصيني أنت نسيته ولا إيه؟ هو ما الذي عطل يعني محاولة الدخول المباشر عبر الباب السابع في سوريا عبر كل التسع سنوات الماضية؟ ما هو الفيتو الروسي الصيني، لأنه في تحالف روسي صيني مع سوريا. هذا التحالف الاستراتيجي بفضل مين؟ بفضل القيادة السورية. طيب نتوقف عند هذه النقطة، وقد انضم إلينا الآن من دمشق عبر الهاتف الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بك، وكيف قرأت هذه التصريحات لجيمس جيفري المبعوث الأمريكي إلى سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية باقية ولن تخرج، وهي فيما يبدو أنها يعني رتبت أمورها على التواجد الدائم في سوريا. تفضل. بعد التحية لكم ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأكارم، لا شك بأن هذا التصريح الذي حمل في الحقيقة لغة من القوة للولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها ما زالت هي صاحبة اليد العليا والدور الحاسم في رسم خارطة المنطقة. أنا بتقديري هذا الكلام هو محاولة يائسة ل دكتور علي، هل تسمعوني؟ فيما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي مقصود من دمشق. سنعاود الاتصال به مرة أخرى. نعود إلى نفس النقطة. هناك يعني هناك قلق عربي وإقليمي تحديدا، يعني لا شك كما تقول أن إيران ساعدت إلى حد ما في ترتيق الأوضاع في سوريا ضد جماعات إرهابية كانت يعني تستهدف الدولة، لكن إيران نفسها بحجمها وبكلها تعتبر يعني لدى بعض الدول العربية هي دولة إرهابية وهي دولة معتدية، وفيما يبدو أن يعني أنها معتبرة بالنسبة لمعظم دول الخليج هي رأس حربة لشيء ما. يعني دي صورة مصدرها للأسف الشديد الأمريكي، العدو الأمريكي هو الذي يصدر هذا لكي يعني يبعد أو يعني الأنظار عن العدو الحقيقي لدول الخليج وللأمة العربية، وهو العدو الصهيوني. يعني في التوقيت اللي بيهرول دول الخليج بتهرول تجاه العدو الصهيوني وبتطبع علاقات معاه، بتعتبر الإيراني عدو ليها، على الرغم من أنه يعني في علاقات دبلوماسية وفي علاقات تجارية مع معظم دول الخليج بينهم وبين إيران. فيعني ده عدو مصطنع. طب يعني يقال ان ايران نفسها لديها علاقات تحتيه مع اسرائيل؟ لا ده كلام عبث، يعني هذا كلام عبث. الحقيقي انه حتى لو هذا الكلام كلام يعني في جزء من مش هنعتبره انه عداء مصطنع، وهنعتبره انه في عداء حقيقي ما بين دول الخليج وما بين ايران. ومال سوريا بالموضوع؟ سوريا طول الوقت يعني هذا يعيق الإجماع العربي فيما يتعلق. إجماع عربي إيه؟ أنا دلوقتي في عدوان عليا، أنا ليا مين اللي واقف معايا؟ لقيت دولة بتقول أنا واقفة معاك، ولقيت دول شقيقة. أنت ما أنت ناسي إن الدول الشقيقة دي قتلت في بعض. أنت ناسي إن في تم في غزو من قبل العراق للكويت. انت ناسي ده، وانت ناسي إن اللي جه حرر يعني الكويت أيضا دول عربية أخرى. يعني في ايه؟ يعني فكره انه في دوله انا يهمني من الذي اعتدى عليها. طب هذا لما تكون سوريا، لما يعني تكون سوريا هذا نتيجه الديكتاتوريه البحته. يعني طيب ديكتاتوريه مين؟ ديكتاتوريه صدام. يعني اذا قلنا يعني فلنعرج على الانظمه السياسيه. اذا كانت انظمه تؤمن ب يعني تبادل السلطه، هل دول الخليج دول جمهوريه؟ يعني طيب انا بكلمك على دلوقتي، احنا بنتكلم في المشهد السوري. سوريا
في علاقتها بإيران عندها علاقة استراتيجية مع إيران. إيران لم تعتدي على سوريا، بينها علاقات طيبة. ده مش معنى إن في دول عربية أخرى يبقى ممكن تبقى سوريا حمامة سلام ما بين إيران وبين دول الخليج لو هم عايزين ده أو هم يعني قابلين بده. لكن الحقيقة إنه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني عايز يحود أو يعني يحرف البوصلة. البوصلة الحقيقية إن إحنا عندنا عدو كله مغمض عينه عنه وهو العدو الصهيوني، وكل ما يحدث في المنطقة الآن يصب في صالح العدو الصهيوني عبر 10 سنوات الماضية. دلوقتي دول المنطقة تهرول تجاه هذا العدو الصهيوني، وخلينا نقول إن الحرب على سوريا نفسها، دول الخليج نفسها دي ساهمت في الحرب على سوريا بالتمويل للجماعات الإرهابية. طيب يعني نتوقف عند هذه النقطة تحديدا، وما نشاهده الآن على الهواء مباشرة هو مبادرة يقودها الآن رئيس وزراء مصر، عبارة عن مجموعة كبيرة من المساعدات ل300 قرية ستتوجه إليها تحت شعار معا سنعبر الأزمة. تتوجه هذه المساعدات التي يقدمها صندوق تحيا مصر إلى 300 من القرى لمساعدتها على تخطي الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا كما نعرف جميعا. هذه فيما يبدو أنها مجموعة كبيرة من الشاحنات تستعد الآن للانطلاق بقيادة رئيس الوزراء لتوزيع مساعدات على 300 قرية. طيب نعود مرة أخرى إلى المشهد وإلى ضيفنا دكتور محمد سيد أحمد، وكنا قد توقفنا عند نقطة هل سيستمر هذا الوضع طويلا في سوريا، فيما يبدو أن القوى الأجنبية هي مرتاحة وقد توافقت على وتموضعت في أماكن معينة دول في سوريا؟ كل الدول، إيران وروسيا والولايات المتحدة. يا ابن الحلال يا أستاذ أشرف، يا أستاذ أشرف أنت مصر ليه على أنك أنت تحط يعني عيشة على أم الخير زي ما بيقول المثل الشعبي المصري؟ لا، في فرق بين قوى جاءت بإرادة الدولة واستدعاء من قبل الدولة لأنها حليف استراتيجي مع الدولة، وما بين قوى معتدية. أنت تتكلمني على القوى المعتدية وتقول لي وضع القوى المعتدية إيه وأنا أقول لك. طيب وضع القوى المعتدية تركيا والولايات المتحدة تركيا والولايات قول لي تركيا والولايات المتحدة وأنا أقول لك وضعهم إيه. وضعهم في أسوأ حالتهم، ويعني مشروعهم هزم على الأرض العربية السورية، والجيش العربي السوري وحلفائه مستمرين في أنهم يعني يجففوا كل منابع الإرهاب ويطردوا كل القوات الأجنبية التركية والأمريكية اللي موجودة. وأنا بقول لحضرتك أهو أنه في ظل الوضع الراهن وفي إصابات يعني بكورونا داخل القوات الأمريكية وفي يعني أمريكا كلها يعني أولى دول العالم في الإصابة بكورونا، داخل القوات الأمريكية اللي موجودة على الأرض السورية. طب سينقلون كورونا إلى سوريا؟ مش هينقلوا لأن دول موجودين في الصحراء، خد بالك. يعني أنت لو معك الجغرافيا كويس دول قاعدين في الصحراء. أنا بأكد لك أنه المقاومة الشعبية السورية، وده ما وعد به الرئيس بشار الأسد ووعده صادق، إنه المقاومة الشعبية السورية لن تترك الأمريكي إلا بعد استنزافه وبعد إنه يخرج آخر جندي أمريكي موجود على الأرض وآخر جندي محتل تركي على طيب. الأرض، وبالتالي المعركة ما زالت مستمرة. المعركة ما زالت وبعد مستمرة. ستخرج الولايات المتحدة الأمريكية وستخرج تركيا بإذن الله. طيب شكل الإدارة السورية بعد ذلك؟ يعني دولة متحالفة مع إيران يعني إيه بغير رغبة دول أخرى عربية. دول أخرى عربية. يعني إيران تعتبر عدو لمصر. لا استنى بس، لا مش عدو لمصر ولا حاجة. خلينا نقول بس إيه العداء ده جاي منين؟ ها في فرق بين دولة منافسة، دول منافسة في المنطقة، وفي دول عدوة. العدو الأول بالنسبة لنا كلنا هو العدو الصهيوني. ما تحودليش البوصلة. إيران إحنا لا عند فيه عند هذه النقطة تحديدا أريد أن أتوقف، لأن حلقة الأمس كانت عن النكبة الفلسطينية. أيوة وكان الضيف أيوة يتحدث 72 عاما من النكبة. تغيير البوصلة
في الإقليم الآن فيما يبدو أنه لم يعد العدو الأول، استبدل بعدوين هما إيران والإرهاب. الآن العدو الصهيوني يعني لم يعد، والتركي والتركي ده مش عدو بالنسبة لمصر، بالنسبة مش عدو بالنسبة لنا. طيب هو أكتر من كده، القطري مش عدو بالنسبة لنا؟ طيب طب ما هو القطري ده، القطري ده لما حمد بن جاسم يطلع ويقول، وانت شفت الكلام أكيد يعني تصريحه ده ملا كل وسائل الإعلام، لما يقول إن صرفت على الحرب في سوريا 137 مليار دولار. جيد جدا. طيب جيد جدا. يعني انت لما طيب قلت انت بتقول لي انت بتقول لي ايه الموقف ان سوريا حليفه مع دول دول طيب. المنطقه ما كان عدوه طيب. طبعا لدول المنطقه عدوه طيب. دول المنطقه دي، دول المنطقه اللي بتتكلم عليها دي، لما تبقى هي الاول مش عدوه لسوريا، لما طيب. هي ما تمولش الارهاب في سوريا جداً. تبقى ساعتها تتكلم. لكن دي الدول دي اللي انت بتتكلم عليها دي، دي شريكه في المؤامره على سوريا، وهي اللي دعمت الارهاب في سوريا، وهي اللي دعمت الجماعات الارهابيه بالمال والسلاح. انت معتقد ان الامريكي بيدفع دولار واحد من خزانته؟ لا، ده هو مال دول الخليج بالوكاله. طيب. ايوه دي، لا ده مال دول الخليج. يعني الارهابيين دول جم بالاموال طيب. الخليجيه. يعني هقول لك على حاجه، اللي بيحصر دلوقتي او في انحصار ليل الموجة، عارف انحصار ليل الموجة اللي موجة الارهاب كمان في سوريا اكتر دلوقتي، والقضية بتخفت وخلاص. وبقول لك عشان كده بقول لك الجيش السوري هيخش يخلص معركة ادلب قريبا، لانه الجماعات التكفيرية الارهابية دي الامداد، حجم الامداد دول الخليج في ظل كورونا يعني مش قادرة خلاص بقت مديونة، ودول الخليج نفسها مش قادرة تعيش شعوبها، وبالتالي الدول الخليج اللي كانت بتمول الإرهاب هناك مش هتبتقي خلاص. طيب لا نجمع دول الخليج لأن هناك يعني فروق. أنت اللي بتجمع. أنا لو عايزنا حدد لك الدول بالاسم حددهم لك، الدول اللي شاركت في المؤامرة على سوريا. خلينا نتكلم على التركي، على القطري اللي أعلن. لا نريد تحديد الأسماء. طيب القطري اللي أعلن إنه ليس من وجهة نظرك، ليس من وجهة نظر العربية الآن الفرق. حتى نعرف العدو الآن الحقيقي. هناك إيران، هناك تركيا، هناك قطر، هناك إسرائيل. حسب المواقف الحالية العربية رتب لي واحد اثنين ثلاثة أربعة الأعداء حسب الأولوية. أنا أقول لك الأعداء رقم العدو واحد، العدو رقم واحد، رقم من واحد لعشرة وجهة نظر العربية. عربية من واحد، بص من واحد واثنين وثلاثة لثلاثة عشرة، من واحد لعشرة العدو الصهيوني ده رقم واحد، ماشي كده من واحد لعشرة. هل هذا هو الواقع؟ هو ده اسمع هكمل لك أهو. اللي مش شايف البوصلة كده يبقى أعمى، دي مشكلته هو. لا هذه هي وجهة نظرك. ما هكمل لك اهو. انا انت عايز اجيب لك وجهة نظر مين؟ من رؤيتك على ارض الواقع. بص انت الآن. بص عندك اربع مشاريع في المنطقة. عندك مشروع ايراني، ومشروع تركي، ومشروع صهيوني، ومفروض يبقى فيه مشروع عربي. المشروع التركي والايراني دي مشاريع منافسة لان دول شركاء في المنطقة. اما الجسم الغريب جوه المنطقه هو العدو الصهيوني، فيبقى بالنسبه لنا كعرب الجماعه الايرانيين والاتراك دول مشروعات منافسه لينا، ليهم الطموحات في المنطقه زي ما، لكن هم شركاء في المنطقه، ما تقدرش تقول لهم انتوا جيتوا محتلين لهذه الارض. لا، دول موجودين في منطقه الشرق الاوسط، دي لهم وجود فيها، دي حقيقه الامر. اما ولكن لهما مشروعات توسعيه. لا ماشي، حتى لو عنده، ما هو ده اسمها بقى ايه؟ اسمها مشروعات منافسه. في فرق بين المنافس واللي بينك وبينه صراع، لكن اللي بينك وبينه صراع وجود هو العدو الصهيوني. طب جيد جدا، يعني انت لك رؤيه مثاليه. يعني فلسطين، فلسطين يا صديقي فلسطين عربيه من النهر الى البحر، وستبقى عربيه من النهر الى البحر، وبالتالي العلاقه ده زعيمي انا، قائدي وزعيمي جمال عبد الناصر قال انه ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، وان العدو الصهيوني ده العلاقة بيننا أو الصراع بيننا صراع وجود وليس حدود، بمعنى أنه لابد أن يقتلع من أرضنا العربية الفلسطينية ومن يعني كامل الأرض العربية المحتلة. وقد تدركنا الوقت، لم يبقى هناك غير 30 ثانية. هل نجحت، يعني دعني أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى، هل نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة في تحويل دفة الصراع إلى صراع إقليمي بعيدا عن إسرائيل، أم أن هذا الأمر ليس موجودا على الأرض؟ لا، هذا موجود على الأرض، على أرض الواقع، وهذا يعني حقيقي إلى حد كبير، لكن لابد أن احنا نسترد وعينا، ده وعي زائف.
فلا بد ان احنا نسترد وعينا بان نعرف مين هو العدو الحقيقي، والبوصله بتاعتنا تتجه الى هذا العدو الحقيقي. عشان كده بنقول انه سيظل مشروع القوميه العربيه حلم، لانه الدول العربيه لو ما فاقتش من غيبوبتها، والدول اللي حاربت بعض واللي لا زالت بتتربص ببعض، لو ما بقاش فيه وحدة عربية حقيقية مش هيبقى فيه إمكانية لمواجهة هذا المشروع الأمريكي والصهيوني اللي هو عدونا الحقيقي والعدو اللي لابد يتجه إليه كل جهودنا. جيد جدا. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير الشكر الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير في الشأن السوري. شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لكم مشاهدينا تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار.